إلى قطاع الصحة، تتواصل وقول معاناة مرضى القصور الكلي للكلى مستمرة بعدما أدرجوا ضمن القائمة الاحتياطية للأشخاص المعنيين بعملية زرع الكلى في انتظار تجسيد المسؤولين لوعودهم. المزيد في تقرير من عبد الرحيم ونجمة بوكرشا. 10 ملايير سنتيم هو المبلغ الذي يتم إنفاقه في عملية تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، في حين يستفيد من هذه العملية العلاجية قرابة 21 ألف مصاب بالجزائر، حيث تتكفل الدولة بعلاجهم في المراكز الاثني عشر المختصة في تصفية الدم. تقريبا 22 ألف مريض لحيين و اللي راهم في العلاج، هذا علاج في العلاجات. والمرضى هذو كما تكلمنا 20000 باش هي 22000، نقولوا 20000 مرضى فيهم رجال ونساء. اليوم 10000 يتعالجوا وغدوا 10000 اخرى، ومن بعد يعاودوا يرجعوا، يعني نهار بنهار نهار بنهار. دونك 10000 مريض تولي 10 ملاير، الدوله تخرج 10 ملاير يوميا على هذه الفئات المرضى. رغم الجهود المبذولة يوجد 10000 مصاب بعجز كلي ينتظرون أمل الشفاء والتخلص من الآلام التي تلازمهم يوميا، حيث تم إدراجهم في قوائم الانتظار لعملية زرع الكلي. أمل عايشين عليه برك تبدأ هذه عملية الزرع هذه في أقرب وقت، لأنه رانا نعانيو مع الحصص تاع التصفيه هذه. وزير الصحه وعدنا باللي هذا السنه في 2015 المعهد الوطني للكلى سينطلق في العمل، وان شاء الله نستناو. العمليه هي الحلم والامل الذي ينتظره هؤلاء لتطليق الات تصفيه الدم نهائيا. فهل تتحقق وعود عبد الملك بوضياف بشان انطلاق هذه العمليه في 2015؟